رزقت بهذا الواد اللي هو قرباوي ميلود سنه بالتاريخ 29/9/1990، حاليا في العمر ديال 28 سنه. ما استفدتش ولا بحبه ديال الاسبرين مع الدوله، يعني نهار نهار هما المهم على اي غادي نبداو بالمعاناه ديالي معاه. هنا اول حاجه بديت بها، مثلا مشيت نطلب بطاقه ديال الانخراط، بطاقه ديال المعاق، بطاقه ديال المعاق مقابل 100 درهم. شحال الجمعيه شنو كدير؟ لا شيء، مجرد تعطيك ديك البطاقه لا تفيدك في شيء. ها 100 درهم الواد. انتقلوا للمعاناه الثانيه. واحد المره شي شهر هو كيتقيا للولد، هما عطيني هنا طونجر ويتقيا، ملي ديناها سيدي الفرا بالوجده خصو يدير فيبروسكوبي. رغم انني الطبيب يعني لما سان تريتون قلت له دير سيت ان اوتيست وعنده التوحد واش يتحمل؟ قال لي لا. شنو عنده الصرع والتوحد والاخر تاخر النمو، يعني حتى الا بغيت تقول روتار مونتال، يعني عنده روتار مونتال. تشوف الله ديال 28 سنه راه يكفي غير. المهم على اي من المعاناه اللي عانيت معاه، هذه القضيه اللي حكيت لكم ديال خلص 300 درهم باش دوز فيبروسكوبي. ملي جا عند الطبيب مي مجرد ما شافو الطبيب قال لي لا لا لا، وكان شافو من قبل، هذا هو المشكل. قلت له هذا ما يتحملش الفيبروسكوبي. الدكتور هذه يومين وانا جي انا نجي عندك وشتك وشتني وشتك وشت الولد وحكيت لك وتقول لي ما لنا غرض. قال لي من حقك وكتب لي هنايا يعني ما يفيد على انه لم يستفيد من الاخر من الفحص، ومن حقك ترجع المبلغ. هذا المبلغ انا اللي هو 300 درهم خسرت عليه زيد من 1000 درهم. غير نغنى باش نشوف هذا المدير. قال لك لما جا المدير قال لك اسيدي فلوس اللي دخلت الصندوق عندنا ما كتخرجش. رسمنا السيد وزير العدل الرسالة سيدي بتاريخ 16/2012 برسالة موصى بها معالي شعب شعب الاستلام، لا جواب. هذه القضية ديال أنا مستعد ندير أي حاجة على ولدي، أي حاجة تجي لك للبال، أي حاجة يمكن يتصورها الإنسان نديرها على سبته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.